مفيش وقت بعد هزيمة الزمالك الصعبة أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية، الزمالك بيفتتح مشواره في الدوري المصري بمواجهة صعبة جدا أمام فريق بيراميدز. بالتأكيد مواجهة صعبة، لأن بيراميدز الكل عارف إن هو من أفضل الفرق اللي عندها سكواد في الدوري المصري، دعم صفوفه بشكل كبير جدا علشان الدوري المصري هذا الموسم ودوري أبطال بيشارك فيه لأول مرة في تاريخه. نادي الزمالك عنده غيابات كبيرة جدا، القائمة اللي أعلنها أوزوري المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك لهذه المباراة، الزمالك عنده غياب طبعا نجم الفريق الأول وأحسن لاعب في الدوري المصري آخر 3 أعوام أحمد زيزو، إيقاف بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء تراكم للإنذارات الموسم الماضي، سيف الجزيري اللاعب التونسي المهاجم استبعاده لوجهة نظر فنية، سامسون أكينولا استبعاده لوجهة نظر فنية بالتأكيد، أحمد فتوح عنده استمرار في شعوره بألام في عضلات البطن، حاتم سكر إيقاف بسبب الطرد في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي من الدوري المصري، محمد عواد حارس المرمى عنده رشح في الركبة ولسه بيعمل التأهيل، وأخيرا عبد الله جمعة عدم استكمال الجاهزية الفنية بتاعته. القائمة بتاعت نادي الزمالك بإذن الله في حراسة المرمى محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد، في الدفاع عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، مصطفى الزناري، محمد طارق، محمد عبد الشافي وحمزه المسلوسي، في خط الوسط محمد حسام بيسو، عمرو السيسي، نبيل عماد، دونجا، محمد اشرف رؤه، ابراهيم منضاي، يوسف اوباما، سيد عبد الله نيمار، محمود شيكابالا، مصطفى شلبي، احمد ايشو، في الهجوم ناصر منسي وعلي ياسر. عايز اقول لكم ان نادي الزمالك عنده مشاكل للاسف مع اللاعبين الاجانب بتوعه، الجزيري وسامسون اكينولا والمسلوسي مقدمين يعني شكوى لنادي الزمالك ان هم هيقدموا شكوى الفيفا عشان المستحقات بتاعتهم. حاجه والله تحرق الدم ان واحد زي سامسون اكينولا ده يعني يبقى لا خير ولا كفايه شره، يعني هو جاي ما عملش اي اضافه للفريق وعامل مشكله وازمه وله فلوس هياخدها وهيكلف النادي. للاسف انديتنا الجماهيريه والتعاقدات الاجنبيه السيئه اللي بقت صعبه جدا الفتره دي عشان طبعا سعر الدولار. نادي بيراميدز هيدخل هذه المباراه وهو بكامل قائمته مدججه بالنجوم استعدادا لهذه المباراه. قائمه نادي بيراميدز في هذه المباراه: احمد الشناوي، شريف اكرامي، احمد ميهوب في حراسه المرمى، خط الدفاع علي جبر، احمد سامي، محمود مرعي، احمد فتحي، محمد حمدي، كريم حافظ، في خط الوسط بلاتي توري، مهند لاشين، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، سيف فاروق، جعفر رمضان، صبحي، مصطفى فتحي، يوسف اسامه نبيه وابراهيم عادل، وفي المقدمه فيستون مايلي اللاعب الكونغولي وفخري لاكاي ودودو الجباس. هتكون المباراه تحكيميا باذن الله الحكم محمود بسيوني كحكم للساحه، معاه مساعد اول احمد توفيق طلب، وحكم مساعد تاني عمر فتحي، وحكم رابع محمود رشدي. بالتوفيق يا رب لافتتاحيه الموسم لنادي الزمالك، ويعمل مش عايز اقول مفاجاه لان نادي الزمالك مهما كان فوزه على اي فريق في الدوري المصري ما هوش مفاجاه، لكن احنا بنتكلم على الامر الواقع الموجود فيه حاليا نادي الزمالك والمشاكل الكبيره وايقاف القيد والديون وعدم وجود مجلس اداره في منافسه فريق مستقر ماديا جدا، يمكن اقوى عباءه ماديه في الدوري المصري كله، مستقر فنيا مع مدير فني معاهم من الموسم الماضي، اقوى تدعيمات في الدوري المصري، لكن برضو افتكروا الزمالك قادر باذن الله. سيد البلد الاتحاد السكندري هيفتتح باذن الله مبارياته في الدوري المصري بمواجهه سيراميكا كليوباترا بطل كاس الرابطه في نسختها الماضيه. القائمه بتاعت سيد البلد في هذه المباراه شهدت تواجد العديد من الوافدين الجدد على قائمه الاتحاد السكندري اللي تعاقد معاهم المدير الفني كابتن طارق العشري، المدير الفني اللي هيبدا باذن الله مشواره لاول مره في تاريخه الطويل، رغم انه احد النجوم التاريخيين للاتحاد السكندري كلاعب لكن بيبدا مشواره معاه كمدير فني. قائمه الاتحاد في هذه المباراه: في حراسه المرمى المهدي سليمان وعمر صلاح، في الدفاع هشام صلاح، احمد ياسين، سيف تقا، احمد غنيم، محمود شبانه، كريم الديب ومصطفى ابراهيم، في خط الوسط عمرو صالح، مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، احمد عيد، رجب عمران، فرانك الان، هاني الطامي، عبد الغني محمد وبيكالي اوبامي، وفي المقدمه الثلاثي احمد عادل ميسي، طبعا هو جناح يعني بيتحسب كمهاجم، واحمد الشيخ نفس الامر، ومابولولو نقدر نقول ان هو الوحيد راس الحربه الصريح هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، اللاعب المميز جدا كساحه الالغام الهجوميه في قائمه الاتحاد السكندري. باذن الله الاتحاد السكندري يعمل افتتاحيه جيده على ملعبه وسط جماهيره باستاد الاسكندريه، باذن الله نشوف بكره مدرجات الاتحاد السكندري عن اخرها
لتدعيم سيد البلد، وباذن الله يكون الفوز من نصيبه في النهايه. طبعا المباراتين بتوع الاتحاد وبتوع الزمالك باذن الله هيكونوا في السابعة مساء. الحاج عامر حسين مش هتقدر تغمض عينيه، مباراتين جماهيريتين في نفس التوقيت عادي جدا، ما بقيناش بنستغرب. اليوم هيفتتح باذن الله في الساعه الرابعه فاركو في مواجهه مودرن فيوتشر. ثلاث مباريات اتلعبوا النهارده في اليوم الثالث من الدوري المصري، ويبدو انها جوله الفرق الصاعده من الدرجه الثانيه. النهارده اليوم افتتح بمواجهه الداخليه وانبي، الداخليه مع مديره الفني كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، بيعمل مفاجاه في رايي الشخصي وبيفوز على انبي بهدف نظيف بيسجله اللاعب الظهير المميز عبد العزيز السيد. سموحه والجونه مباراه كانت مثيره جدا ومليئه بالاحداث، نادي سموحه ضيع فرص كتيره جدا، تقدم في الدقيقه الرابعه عن طريق المهاجم فادي فريد، في الدقيقة 94 أحمد بالحاج اللاعب المغربي اللي كان في أسوان الموسم الماضي، أسوان باعوا هذا الموسم لسيراميكا كليوباترا وسيراميكا أعاره مباشرة للجونة. طبعا مع المدير الفني كابتن علاء عبد العال استطاع ان هو يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 90 زائد 4، خلاص كان الوقت بينتهي. الغريب في الأمر ضيع ركلتين جزاء في ركلة واحدة، يعني شريف رضا سدد ركلة الجزاء، صدها أحمد مسعود حارس مرمى المصري السابق وحارس مرمى الجونة، عاد الحكم ركلة الجزاء بسبب تقدم أحمد مسعود عمر ما، سددها تاني شريف رضا لكن استطاع أحمد مسعود تاني ان هو يتصدى ليها في لقطة كانت مثيرة للإعجاب والدهشة. المباراة الثالثة مفاجأة أخرى لأحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز، طبعا الأندية الصاعدة للدوري الممتاز افتتحها للأسف نادي زد بالفوز على الإسماعيلي. بلدية المحلة بيحقق فوز مهم جدا في بداية انطلاقة مشواره بعد غياب طويل يمكن أكثر من 14 سنة عن الدوري الممتاز، بيفوز على المقاولين العرب بثنائية سجلها عبد الرحمن جمال الشهير بعبد الرحمن سمانة في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 74 هدف جميل جدا سجله حسام أشرف. أنا فرحان جدا لبلدية المحلة، الفريق ده بحبه من زمان قوي، مش عارف ليه متعلق بيه عاطفيا من زمان قوي. لو تفتكروا بقى زمان أكرم عبد المجيد وأحمد فاروق كنت بحب جدا الأداء والفريق بتاع بلدية المحلة المليء بالمهارة والجمال، كانت فرقة ممتعة جدا بإذن الله. فريق جماهير اتبسطت النهاردة بوجود الجماهير اللي كانت بتحضر وبتشجع بلدية المحلة، بإذن الله يكون موسم مميز لواحدة من أجمل الفرق اللي موجودة في تاريخ الدوري المصري بأكمله. بعد هزيمة الإسماعيلي المؤسفة امام نادي زد للاسف الشديد، مفيش اي مشكله، الهزيمه وارده، بقول لجماهير النادي الاسماعيلي ما تقلقوش ان شاء الله الامر يعني هيعدي على خير. خلونا كده نتكلم بالمنطق، النادي الاسماعيلي بيتعرض لظروف صعبه مش هنقعد نلغي فيها كل مره، كل عارفها. دعم اللعيبه الصغيره مهم جدا جدا من جماهير النادي الاسماعيلي، انا متاكد ان بدون يعني ما افكر جماهير النادي الاسماعيلي هتدعم لاعبيها الى اخر مدى، بس انا عشان ايه بحاول اتكلم مع الناس والناس برضو تدينا نصايح وانا اديهم نصايح وفي الاخر نوصل للصيغه المناسبه لمساندتنا للدراويش هذا الموسم. انا شايف ان احنا نهدى على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، المسؤوليه صعبه لكن باذن الله هيقدر الجهاز الفني يعدي المرحله على خير. الجهاز الفني ادى يوم راحه للاعبين وهيعمل بكره باذن الله الخميس مباراه وديه امام فريق بورفؤاد. محمد عمار المدافع اللي خرج للاصابه في الدقيقه 35 كان في شك، يعني لان كانت الاصابه في ركبته في اللي عمل فيها قطع في الرباط الصليبي قبل كده، الحمد لله عمل اشعه ويجهز لمباراه الاتحاد السكندري القادمه، الحمد لله كانت صعبه جدا لو جاله الرباط الصليبي الثالث على التوالي قدر الله ما شاء فعل، لكن للاسف محمد بحيري اللاعب الصاعد اللي تعرض لخبطة في مباراة قطاع الناشئين تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بإذن الله ترجع يا بحيري أفضل من الأول. كابتن إيهاب جلال يتكلم عن المباراة بتاعة زد وبارك لفريق زد وقال إن هم عندهم فريق ومنظومة مميزة جدا وجهاز فني على مستوى عالي بقيادة طبعا الكابتن مجدي عبد العاطي، اللي أنا قلت قبل المباراة إن مدير فني مميز، طلع أسوان قبل كده وطلع فاركو قبل كده، عمل معاهم اداء مميز في الدوري الممتاز، وعلى فكره راجل محترم جدا وطلع زد هذا الموسم. كابتن ايهاب جلال بيقول ان احنا بدانا اللقاء بشكل سيء، الطقس اثر علينا بشده في البدايه وكان في قله في الثقه من اللاعبين، بعد كده لما دخل مرمانا جون استطعنا ان احنا نتدارك هذا الامر. في الشوط الثاني كان عكس الشوط الاول تماما، كنا مسيطرين على اللقاء بالكامل ولم يحالفنا الحظ في العوده. بيقول نتيجه محبطه جدا بالتاكيد، لكن في جميع الاحوال نحن ما زلنا في البدايه، لدينا بعض اللاعبين المبشرين والفريق قابل للتحسن في الفترة القادمة. طبعا كلام كابتن إيهاب جلال
يعني كده تحس ان هو عايز يقول للناس ان الموضوع مش سهل. كلنا مدركين ان الموضوع مش سهل يا كابتن ايهاب، الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، لكن انا باكد تاني لجماهير النادي الاسماعيلي ان الاسوأ هو اللي كان في السنوات الماضيه. صدقوني والله باذن الله نادي الاسماعيلي مش هيشوف اسوأ من اللي شافه في الموسمين الماضيين، وحاسبوني على هذا الكلام باذن الله. انا متاكد ان كل جماهير النادي الاسماعيلي نفسهم كلام يطلع صح في النهايه ويعمل الفريق موسم مميز هذا الموسم باذن الله. لو اول مره تشوفني مش هوصيك اشترك في القناه، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. اشوفك على خير باذن الله. شكرا ليكم وسلام عليكم.